تتخيل تخرج بالأمس هادئة طوال الفترة الماضية، ولكن بمجرد هذه التويتة التي أثلجت صدور الأهلوية فجأة وبلا مقدمات ظهرت شياطين الإنس من جديد. طبعا أنا معاك في, 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 في الكلام اللي أنت حضرتك قلته، لأن فعلا نافخ الكير هو المشكلة الكبيرة اللي بيبوظ العلاقات ما بين النادي الأهلي وبين المستشار تركي آل الشيخ. المستشار تركي آل الشيخ التويتة اللي عملها مبارح أنا شايف أنها تويتة محترمة جدا، قوية جدا، هادفة جدا، واضحة جدا للقاسي والدامي. أي حد أهلاوي أو غير أهلاوي أو أي حد من جماهير الكرة المصرية يقرأ التويتة دي هيحترم هذا الرجل لكلامه المحترم جدا. هو قال كلام واضح وصريح ما لا يحتمل التأويل. هو الراجل بيساند النادي الأهلي، بيقول أنا لو ما ساندتش بالمال أنا خلاص أنا ما أقدرش أسحب من النادي ده أي حد. ده كلام محترم جدا، كلام واضح، كلام صريح، لكن طبعا ده مش هيعجب نافخ الكير، مش هيعجب اي حد بيطفي ماء العكر. احنا عندنا هنا اللي بيصطادوا في المياه العكره في الرياضه المصريه كتير وما اكثرهم. اتمنى ان خفافيش الظلام يبعدوا، اتمنى ان العلاقه ما بين المستشار تركي آل الشيخ والنادي الاهلي وانديه مصر بشكل عام تعود كما كانت، لان هو الراجل بيمد ايد العون للجميع. شفناه قد ايه ساهم مع النادي الاهلي في 3 شهور او في 4 شهور فقط، الراجل ساهم بفوق ال 260 مليون جنيه. 261 مليون جنيه ده مبلغ خرافي، مبلغ كبير جدا، وستة غيرهم في حملة الكابتن محمود الخطيب. ده معناه ان الراجل ده بيعطي وراجل معطاء ومهتم بكرة القدم المصرية. يا جماعة العلاقات المصرية السعودية علاقات قوية جدا، الشعبين المصري والسعودي شعبين يعني في بينهم روابط قوية جدا، والكلام ده من قديم الازل. مش عايزين نافخ الكير، مش عايزين الناس اللي بتنفق في الماء العكر ان تعكر هذا الصف. احنا بنشكر من هذا المنبر المستشار تركي آل الشيخ اللي فعله مع النادي الاهلي ومع الاندية الاخرى، لان هو ساهم مع جميع الاندية. شفنا امبارح بيساهم قد ايه مع نادي السكة الحديد. نادي السكة الحديد ده نادي اقدم نادي في مصر، 1903 اول نادي انشئ في مصر هو نادي السكة الحديد. الراجل بمجرد ما عرف من منباركم ده لا ساهم وقال انا متبرع بمليون جنيه. اذا راجل معطاء، راجل وتلبيته الدعوه للزياره، يمكن دي وتلبيته الدعوه للزياره، ده كلام مهم جدا. يعني الكابتن جمال بكل بساطه اتمنى انك تيجي وتتغدى معانا، فبرضه كلام ابن بلد لابن بلد، يعني الموضوع كله يعني في ثانيه. اللي بتفرج وجاي بالظبط. لا حاجه بسيطه، في بساطه، في وضوح، في وصول للهدف. احنا مش عايزين اللي يصرفوا لنا العكر يبوظوا الاجواء، يعكروا الاجواء اللي حصلت. لا يا جماعه، لازم نبدا صفحه جديده. الراجل ده راجل بيهتم بكره القدم المصريه، الراجل ده ساهم في الرياضه وله ايادي بيضاء على الجميع، بنشكره ونكمل على الاعمال اللي هو بيعملها. استاذ احمد جلال، كيف نوقف مثل هذه الحملات؟ يعني انا النهارده قمت الصبح تخيل لقيت حاله رضا غير متوقعه، وبعض الصفحات القليله جدا صورت الامر، وللاسف الشديد من يقودها هذا الشخص الاجير خاشين انها تمثيليه ومسرحيه بداناها نحن لكي يكتب المستشار هذا الكلام، ومثل هذا الكلام الغير منطقي والغير معقول. وده اللي خلاني النهارده اخصص الحلقه دي ازاي نكشف للناس مثل هؤلاء.